بسم الله. لو انا عايز ادرس سولار اناليسيس، هاجي هنا من سان اند شادو وابدا اختار اليوم اللي انا هبدا ادرس عليه وهيبقى الساعه كام، اقول لكم مثلا حاجه بالشكل دوت. بعد كده هقول له سولار اناليسيس وابدا احدد الاسطح اللي انا عايز ادرسها، اقول لكم مثلا الاسطح ديت. انا دايس كنترول وانا بعمل سيلكت واقول له اناليسيس، هيبدأ يعمل التحليل بتاعها. هنا هيبدأ يجيب لي البي تي يو على الفيت سكوير وهيقول لي التوزيع هيبقى عامل ازاي، وده المكان وده الشهر ايه. فبالشكل دوت، دي اكتر حاجات معرضة للشمس، دي الاقل.